طبعا هذا كله للأسف نفاق وكذا. قال لي يا عمي 5 متر ب5 متر بنص دبي، أقل شيء 100,000، 100,000 دولار كل هذا الشغل الإعلامي وهالمناظر وهذا. ليش؟ سلام، معكم أدهم ورجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم زي ما أنتم شايفين في العنوان، ما بدي تفهمونا غلط، احضروا الفيديو للآخر عشان تفهموا شو القصة. أبو فلة يوتيوبر معروف في كل الوطن العربي، أكثر من 23 مليون وما شاء الله داخل على 24 مليون متابع. فأنت بتتخرف عن يوتيوبر اللي وصل قدوة لكثير ناس، لكثير شباب من المجتمع العربي. أنا قررت أعمل هذا الفيديو بآخر يوم، أتوقع أنه هذا اليوم آخر يوم بحملته، عشان لا سمح الله لا سمح الله ما يأثر هذا الفيديو ولو على أي واحد، ولو على 1% من الحملة لا سمح الله. بالعكس أنا بتمنى من الكل أنه يدعم الحملة، لكن لازم نحط النقاط على الحروف. أبو فلة قبل شهرين عمل حملة، أو قبل شهر، قبل شهرين مش متذكر، عمل حملة اللي هي حملة أجمل شتاء في العالم للناس المحتاجة. وكانت الحملة منه هو، انه هو اللي فكر في الفكره، هو اللي عملها، هو اللي طبقها عنده في البيت في الاستوديو تبعه. وكانت الحمله انه يلم 1,000,000 دولار عشان يساعد الناس المحتاجه، عشان يدفيهم في وقت الشتاء. الكل تعاطف مع الحمله، الكل دعم، وفعلا بخلال اقل من 28 ساعه وصل 1,000,000 دولار، وصل 1,000,000 دولار وتبرع فيهم للناس المحتاجه. هذا إشي كثير منيح، هذا إشي كثير رائع، هذا إشي كثير برفع الراس. الحمل اللي هو هسه بعملها، انت بتيجي بتحكي بعد ما عمل الحمل الاولى، ما بعرف ولا حدا بعرف السبب. مش بس ابو فلة، في اتجاه غير طبيعي لليوتيوبرز انهم يروحوا على دبي. طب ليش؟ شو فيها دبي؟ شو فيها إشي بيختلف دبي انه كل اليوتيوبرز هون؟ في علامة استفهام. الفكرة وما فيها، الحملة اللي عملها هالمرة مش ابو فلة. أنا متأكد إنه حسن أو أبو فلة قلبه يعني النية صافية عنده، فعشان هيك أنا بقول للكل إنه يدعم. بس إنك تيجي تعمل حملة، عدة منظمات بتفوت على الإنترنت بتطلع مين أصحاب هاي المنظمات، هو واحد. الشو الإعلامي هذا كله، أنت لحالك عزيز المشاهد بتقدر تفوت على الإنترنت وتطلع مين المسؤول عن الشبكة الإقليمية لاحتياج الطعام ومش عارف شو، مين المسؤول عن مبادرات محمد بن راشد بن آل مكتوم، مين المسؤول عن هين، مين المسؤول عن كل الشركات الراعية، مين المتبرعين هذول اللي بتبرعوا ب125,000 و200,000 ومليون، مين هذول المتبرعين؟ هذول اللي في القائمة المميزة، العشرة المميزين، مين هذول كلهم؟ كلهم هذول ناس اللي بصفوا تحت منظومة واحدة، أصحاب المليارات. شو إعلامي بحت. طب ما انت أبو فلة كان يقدر يعملها ببيته، ولما عملها ببيته كان أسرع من أول يوم. أول 24 ساعة كان تقريبا وصل 900,000. انت بتتخرف يعني لما بعد 28 ساعة وصل 1,000,000. طب بهاي الحملة بيت زجاجي 5 متر ب5 متر، هم بيقولوا بس مبين من بعيد 10 متر ب10 متر، خليه يا عمي 5 متر ب5 متر بنص دبي، أقل شيء 100,000، 100,000 دولار كل هذا الشغل إعلامي وهالمناظر وهذا. ليش يعني ارتقوا ولو قليلا؟ يعني هذا شيء كثير حلو، بس اللي مش حلو انك تضحك عقل الشباب بالشغل الإعلامي. هذا اللي مسؤول عن كل هاي الجمعيات المسؤولة عن التبرع، هذا معاه ثروة طائلة تخرف 4 مليار، هاي بس اللي موجودة في الانترنت، وما خفي أعظم، ثروة طائلة. للأسف أول حملة عملها أبو فلة في تساؤلات وفي علامات استفهام. بتمنى من كل واحد بتابع الفيديو يطلع منيح، يرجع على فيديوهات أبو فلة. طب أول حملة عملها أبو فلة كانت 1,000,000 دولار، وصل 1,000,000، بين عدد أرقام العائلات اللي بيقدر يساعدها 1,000,000 دولار، 5,700 عائلة تقريبا. تمام، بتمنى ما أكون خربطت في الرقم، 5,700 عائلة تقريبا، اكتبوا في التعليقات إذا خربطت. طب أنت اليوم بتحكي إنه 100,000، العشرة مليون بدعمن 100,000 عائلة، طب كيف؟ يعني بالأول أول حملة كل عائلة بلزمها 190-200 دولار، وثاني حملة كل عائلة بكفيها 100 دولار، شو في مناقصة في الإشي ولا شو؟ مش فاهم أنا يعني. فطبعا الخلل مش من أبو فلة، بيستقبل الأرقام مأمن لهاي الناس، لكن هاي الشركات وهاي المنظمات في إلنا،
في شو اعلامي، شو عملت مناقصه يعني مثلا على اللاجئين وعلى الناس هاي؟ خلص اذا صاروا مثلا 100,000 عائله بكفيهم 100 دولار، العائله مش 200 دولار مثلا. ما فهمناش القصه، بتمنى توضحوا. يعني استخفاف في عقل الشعوب، استخفاف في عقل الناس، بيلعبوا على الوتر الحساس، بيلعبوا على الوتر الحساس وهو عاطفه الانسان المؤمن، بيلعبوا على العاطفه هاي، ولما يلعبوا عليها بضيعوا كثير ناس، حتى بخلوهم انهم ما يصدقوا الواقع اللي موجود. يعني العشرة مليون، إذا لهالدرجة العشرة مليون ممكن تساعد 100,000 عائلة، إذا العشرة مليون بتقدر تساعد 100,000 عائلة، أي يفضح حريشكم، تبرعوا لكم بمليار، ساعدوا هالملايين. إذا العشرة مليون بتساعد 100,000، معناته واحد في العشرة من المليار بتساعد مليون، معناته المليار دولار واحدة من جيبة واحد من هالمليارديه بدها تساعد 10 مليون. 10 مليون تتخرف عن دولة، مليار دولار واحد. طبعا هذا كله للأسف نفاق وكذب، نفاق وكذب. للأسف وصلنا لزمن كثير وسخ، لما بيجي بقول لك بضحك على عقل البني آدم، وبضحك على عقل الشباب، وبقول لك العشرة مليون بدها تكفي 100,000 عائلة، اضرب واطرح وقسم لمدة شهرين. يعني تتخرف العائلة الواحدة بدها تعيش بشهرين ب100 دولار، يعني بالشهر 50 دولار، يعني باليوم أقل من دولار ونص. حرام عليكم تكذبوا، حرام عليكم تكذبوا. الدولار ونص زمان بطلت تعيش شاشة. الله يعينهم، تاجرتوا فيهم واستغلتوهم وضحكتوا عليهم، هجرتوهم وجوعتوهم، ما كفاكم، حكيتوا يلا نكمل على الناس الثانية، الناس اللي ما تهجر تعال نلعب بعقولهم ونشتري عواطفهم وأحاسيسهم. بتمنى من الكل يفوتوا على الرابط، راح نزل الرابط تحت، رابط التبرع، فوتوا وتبرعوا عشان تدفي وتساعد في تدفئة الناس في فصل الشتاء، بالذات هذا الفصل الصقيع. يعني تتخرف هاي السنة كثير راح تبكي صقيع في كل مناطق العالم. أتمنى أنكم تأخذوا الفكرة بإيجابية، تسألوا التساؤلات اللي أنا سألتها، لأنه في إشي غلط في الموضوع. تحياتي لكم. بعرف الفيديو بيختلف اليوم، بعرف الفيديو بيختلف، لكن في نقطة مهمة هنا. يعني أنا حاولت أطلع أحمد مساد مثلا إذا حاكي عن الموضوع، بالعادي مثلا أحمد مساد بيطلع يحكي بهاي المواضيع، مش حاكي. فلان حاكي عن الموضوع، ولا حدا حاكي عن الموضوع. طب ليش؟ يعني في إشي غلط. اليوتيوب ما فيش، لو تفوت واحد انه فقط واحد حاكي اشي عن الموضوع، ولا واحد. طب ليش؟ يعني بتحاولوا شو تكسبوا وجه مثلا؟ بلكن يصح لكم غرفة زي هاي الغرفة وتعملوا هذا الشو الاعلامي لليوتيوبرز. الحكي هذا موجه يعني للناس، للقامات العالية في اليوتيوب وفي السوشيال ميديا. رابط التبرع تبع ابو فيلا موجود في الوصف. بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وتنسوش تكتبوا لي شو رأيكم بهذا الموضوع. بعرف بجوز يوصلني كثير تعليقات سيئة على هذا الموضوع، للناس اللي ما بتكمل الفيديو للأسف، كملوا الفيديو للآخر. وبتمنى لكم كل الخير، نشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.